ايه يا ناصر، عايزني في ايه؟ المنحه خلصت، واظن بقى ان التمثيليه اللي كنت عاملها برضو خلصت. تمثيليه؟ تمثيليه ايه؟ انا استغربت قوي لما ما لقيتكش بتحتفل بره مع مازن. عادي يعني، وهحتفل ليه؟ ايه يا راجل، مش فرحان عشان مازن كسب؟ فرحان يا عم عادي، بس زي ايه طالب كان ممكن يكسب عندي يعني لو يوسف عثمان هو اللي كسب كنت هتفرح برضو؟ يوسف؟ اه طبعا كنت هفرح عادي يعني. امال غششت مازن ليه؟ غششت مين؟ ناصر، اتكلم معايا كويس. جاوب على السؤال ده. ما بقول لك انت ازاي تتكلم معايا كده؟ جاوب، غششت مازن ليه؟ ما غششه ليه؟ هستفيد ايه؟ مش يمكن عايز تقاسمه في الجايزه مثلا؟ قاسم معاه؟ هو اللي قالك الكلام ده؟ لو قالهولك هتقولي هنا ولا اكدبه قدامك؟ وبعدين اتهام الناس مش في الباطل كده، لو عندك اثبات قدمه، ولو اتهام الناس لعبه. طب هو الولد هيتهمك ليه؟ ابدا، عشان انا مدرس صارم وشخصيه جديده مع الطلبه بتوعي. بعدين ما يمكن حد وزه، ده مش بعيد يكون انت يا ناصر. انا؟ اه انت. ليه يعني؟ يمكن تكون طمعان في مكاني او في مكتبي. طبعا في المكتب والمكان ده انت رحت بعيد قوي. هما ليه؟ انا عايز افهم. هتفهم كل حاجه، لان في ضابط بره جاي من الاسم هياخدك معاه، وهناك هيفهمك كل حاجه. ضابط؟ ضابط ليه يعني؟ وبعدين حتى لو بفرض ان انا غششته، دي حاجه ما توديش الاسم يا ناصر. اه صح، غششته بس ما فيش اي حاجه. لكن بقى لما تمض عيل صغير على وصل امانه وتستخدم نفوذك وتخوفه وترهبه، دي جريمه كبيره. لا لا انا بريء، الكلام ده ما حصلش، الكلام ده كدب. انت ما تعرفش، مش الواد مسجل لك صوت وصوره، وصورتك بسم الله ما شاء الله زي القمر. يلا بقى يلا ممدوح، عشان الظابط مستعجل بره. انا صدقني انا مظلومه. لا تعالى لا تصدقك، بس الظابط بره هو عاوزك، هياخدك معاه الاسم وهناك هتفهم كل حاجه. تعالى، عارف لما تروح هناك هجيب لك عيش وحلاوه. تعالى يا ناصر، انا بريء، انا ما عملتش حاجه. انا عارف، ما فيش اي حاجه. بقول لك الظابط هيسالك كام كلمه كده. ايه ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.